بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم أسلم حمزة وجماعة كثيرون، فلما رأت قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والثانية، وذلك لضعف المسلمين في مكة من على تحمل هذا الكفار، مضايقة الكفار لهم. وفي هذه الأثناء الشديدة والعصيبة أسلم حمزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا قويا شجاعا مهابا وذو نسب في قريش، فحصل للمسلمين عز في إسلامه رضي الله عنه، إلى جانب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أسلم الرجلان زاد عز المسلمين وقوتهم في مكة، ولكن أعقب ذلك شدائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. نعم. ثم أسلم حمزة وجماعة كثيرون، فلما رأت قريش أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب. نعم. لما رأت قريش أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتزايد في الدعوة وإسلام الناس، دخولهم في الإسلام، وأن ما يعملونه ضد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصرف الناس عن قبول الدعوة، لجأوا إلى حيلة أخرى، وهي حيلة الحصار، فتعاقدوا على أن يحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وقرابة الرسول حتى من الكفار بني هاشم وبني المطلب، فاتفقوا على أن يكتبوا صحيفة فيها مقاطعة المسلمين وعدم البيع والشراء معهم وعدم تزويجهم والتزوج منهم وعدم إمدادهم بالطعام والشراب، وكتبوا بذلك وثيقة وقعوا عليها وعلقوها بسقف الكعبة المشرف. انحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه أبو طالب، معه بنو هاشم بنو المطلب، في شعب يقال له شعب علي، انحصروا فيه وقطعوا الإمدادات عنهم وضايقوهم في هذا الشعب. نعم. أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم. بايعوهم يعني لا يبيعوا عليهم شيئا. نعم. ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، كتبها بغيض ابن عامر ابن هاشم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. نعم. فانحازوا مؤمنهم وكافرهم إلى الشعب إلا أبا لهب. انحازوا مؤمنهم وكافرهم، بنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف، انحازوا إلى الشعب وبقوا محاصرين. نعم. مؤمنهم وكافرهم معهم من بني هاشم ومن بني المطلب أناس لم يسلموا، لكن بحكم النسب، بحكم نسبهم وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم في النسب، قاطعوهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فانحازوا مؤمنهم وكافرهم إلى الشعب إلا أبا لهب، إلا أبا لهب بن عبد المطلب، فإنه من بني هاشم، ومع هذا لم يدخل الشعب معهم بل لحق بالكفار. نعم. إلا أبا لهب فإنه ظاهر قريشا عليهم، وهو عمه، ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه، من أجل الكفر بالله عز وجل والعداوة. نعم. وذلك سنة سبع من البعثة. نعم. بدأ الحصار سنة سبع ولم ينفك إلا بعد السنة العاشرة، ثلاث سنوات. نعم. وبقوا محبوسين مضيقا عليهم، مضيقا عليهم جدا نحو ثلاث سنين. نعم. حتى بلغهم الجهل وسمعوا أصوات صبيانهم بالبكاء، وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. نعم. لما أصابهم من الجوع والضيق والمرض. نعم. وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية. في هذا الوقت عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة التي فيها ذم قريش، ومن أولها مطلعها يقول: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا بشر جزاء عاجل غير آجل، وهي طويلة. ومنها قوله: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، إلى آخر ما قال. نعم. وهي موجودة في كتب السير، ساقها ابن كثير في البداية والنهاية. نعم. وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية وقريش بين راض وكاره. نعم. بين راض بالحصار وكاره له، لكن يوافق عليه لأجل مجاملة مع قومه، وإن كان لا يرضاه وهو كافر. نعم. وقريش بين راض وكاره، فسعى في نقضها بعض من كان كارها لها. نعم. وأطلع الله رسوله لما رأوا أن الحصار ليس فيه جدوى، وأنهم ضايقوهم وهم أقاربهم وبنو عمهم، وتراجعوا فيما بينهم في نقض الصحيفة والسماح للمسلمين بالخروج من الشعب. نعم. وأطلع الله رسوله على أنب صحيفتهم وأنه سلط عليها الأرض. الله سلط على هذه الصحيفة الأرض فأكلتها وهم لا يعلمون، فأخبر عمه أبا طالب فأخبرهم بذلك، فلما رجعوا يعني قال لهم: إن كان الخبر كاذبا سلمنا لكم رسول الله، وإن كان غير كاذب فلا بد أن ترفعوا الحصار. نعم.
وأطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وأنه سلط عليها الأرض فأكلت ما فيها من قطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل. نعم. فأخبر بذلك عمه فخرج إلى قريش وأخبرهم وقال: إن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم. قالوا: أنصفت؟ فأنزلوها، فلما رأوا الأمر كذلك ازدادوا كفرا إلى كفرهم. ما تنفع فيهم الآيات والعبر، وهكذا الكافر المعاند، الكافر المعاند لا ينفع فيه شيء، كل ما قامت عليه حجة راوغ إلى شبهة أخرى، أما الكافر غير المعاند فإنه يقبل. نعم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، لكن ما ارتفع أذاهم، خرجوا من الشعب لكن أذى قريش يشتد عليهم. نعم. ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر. بعد الخروج من الشعب مات أبو طالب، وبعده ماتت خديجة، بعده بأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن لفقدهم، لأن أبا طالب كان يؤازره ويحميه من أذى قومه، وخديجة كانت تؤنسه وتثبته، فإن خرج ما وجد أبا طالب، وإن دخل في البيت ما وجد خديجة، فعند ذلك اشتد به الحزن عليه الصلاة والسلام. نعم. ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وماتت خديجة رضي الله عنها بعده بثلاثة أيام، وقيل غير ذلك، يعني في السنة الحادية عشرة من البعثة. نعم. اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه. لما مات أبو طالب وماتت خديجة اشتد أذاهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجد من يناصره، فخرج إلى الطائف. نعم. فخرج إلى الطائف رجاء أن ينصروه عليهم، ودعا إلى الله، لأن الطائف هي أكبر مدينة بعد مكة، أكبر مدينة بعد مكة هي الطائف، ولهذا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، يعني مكة أو الطائف، على رجل من القريتين عظيم، ينزل على يتيم وعلى ضعيف، نزل على قوي، على أبي جهل أو على عروة بن مسعود في الطائف. نعم. فخرج إلى الطائف رجاء أن ينصروه عليهم، ودعا إلى الله، فلم ير من يؤوي ولم ير ناصرا، لم ير في أهل الطائف مناصرة ولا قبولا، بل وجد العكس، وهو العداوة وتسليط السفهاء والأطفال على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وآذوه أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينل منه قومه، صاروا أشد أذى من أهل مكة عليه. نعم. ومعه زيد بن حارثة، معه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم. فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا كلمه. نعم. فقالوا: أخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم، فوقفوا له سماطين، يعني وقفوا صفين على الطريق. نعم. وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه، حتى أصابوا قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة يقي الرسول صلى الله عليه وسلم بجسمه، ويتلقى الحجارة حتى أصابته الشجاج في رأسه رضي الله عنه. نعم. وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه، وزيد يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، فانصرف إلى مكة محزونا، رجع إلى مكة محزونا، لأنه رد في الطائف ومكة أيضا أخرجوه، أين يذهب؟ اشتد الأمر. نعم. وفي مرجعه ذلك
دعا بالدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، إلى آخره. أشكو إليك ضعف قوتي وضعف حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الدعاء المشهور بدعاء الطائف. نعم. فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. لما دعا ربه بهذا الدعاء، الله جل وعلا أرسل إليه الملك الموكل بالجبال يستأمره ماذا يصنع بأهل مكة. إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، وهما الجبلان العظيمان المحيطان بمكة، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، جبل الصفا وجبل المروة التي هي بينهما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. نعم. فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، وهما جبلاها اللذان هي بينهما. نعم. فقال: بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، يعني أمهلهم وأنتظر فيهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحلم والصبر. نعم. فلما نزل بنخلة في مرجعه، نخلة وادي نخلة بين الطائف ومكة، يمر به الطريق الآن، الطريق السريع، يمر بنخلة وهو واد عظيم. نعم. فلما نزل بنخلة في مرجعه قام يصلي من الليل. بنخلة. فلما نزل بنخلة، ممنوع من الصرف، العلمية والتأنيث. نعم. فلما نزل بنخلة في مرجعه قام يصلي من الليل، فصرف الله إليه نفرا من الجن. نعم. هذا أول الفرج، أنه لما قام يصلي من الليل ويقرأ القرآن كان في الوادي جن، نفر من الجن، من جن نصيبين من العراق، سمعوا القرآن أعجبهم هذا القرآن، كما ذكر الله جل وعلا في سورة الأحقاف: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. شوف، لما إن الإنس عتوا وتمردوا سخر الله الجن. نعم. هذا أول فرج للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فصرف الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم حتى نزل عليه: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن، الآية. نعم. يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هكذا قالت الجن لقومهم. نعم. لأن القرآن نزل للثقلين، الجن والإنس. نعم. فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم حتى نزل عليه: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن، الآية. نفر يعني جماعة. نعم. وأقام بنخلة أياما فقال له زيد. أقام في هذا الوادي أياما يفكر ماذا يصنع. نعم. فقال له زيد: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريشا؟ قال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. نعم. هكذا الأنبياء إذا عظم الخطب والشدة زاد رجاؤهم بالله عز وجل، زاد رجاؤهم بالله ولم ييأسوا. يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. نعم. يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه
ومظهر النبي. نعم، هذا هو وعد الله عز وجل. نعم. فلما انتهى إلى مكة أرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي. المطعم بن عدي من بني نوفل بن عبد مناف، نعم، والد جبير بن مطعم رضي الله عنه. نعم. فلما انتهى إلى مكة أرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي، أدخل في جوارك؟ فقال نعم، يعني حمايتك، يطلب منه أن يحميه ليدخل إلى مكة، ولا ما يدخلها بدون جوار وبدون حماية. نعم. فقال نعم، فدعا بنيه وقومه. هذا فيه دليل على أن المسلمين إذا احتاجوا إلى الاستعانة بالكفار أن هذا يجوز، استعانة بالكفار إذا احتاجوا إلى ذلك أنه يجوز هذا. نعم. فقال نعم، فدعا بنيه وقومه وقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. نعم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم على راحلته فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. نعم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. نعم. فصل. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء الفرج الثاني، هذه الأثناء أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ليلا وعرج به إلى السماء. نعم. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح. نعم، أسري به، والإسراء هو السرى بالليل، هو السفر بالليل، هذا الإسراء. وأنزل الله في ذلك قوله سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا الإسراء، وكان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والجسد. الروح لا تسمى عبدا وحدها، والجسد لا يسمى عبدا وحده، ما يسمى عبدا إلا الروح والجسد معا. وهذا هو الصحيح، لأن فيه قول آخر من يرى أنه أسري بروحه فقط ولم يسر بجسده، لكن هذا القول غير صحيح. نعم. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. من المسجد الحرام، وما أخذ من نفس المسجد، وإنما أخذ من بيت أمهاني في مكة، لأن كل ما هو داخل الأميال فهو المسجد، المسجد الحرام، كله يسمى المسجد الحرام. نعم. راكبا على البراق. البراق دابة، دابة سريعة، سريعة العدو، وهي لا ترى، هي من الأمور الغيبية، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. راكبا على البراق صحبة جبريل، ومعه جبريل عليه السلام. نعم. فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما. نزل في بيت المقدس، المسجد الأقصى، نزل به. وانظروا إلى الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو مسجد الأنبياء، والمسجد الحرام هو مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فهذه مساجد الأنبياء. نعم. فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما،
نعم، لأنه أفضل الأنبياء، ولأن رسالته عامة، صلاته بالأنبياء تدل على أنه هو أفضل الأنبياء والمرسلين. نعم. وربط البراق بحلقة باب المسجد. نعم. وقيل إنه نزل بيت لحم، ولا يصح عنه ذلك البتة. بيت لحم مدينة أو قرية من قرى فلسطين، هي محل مولد المسيح عليه السلام، لكن يقول لم يصح هذا. نعم. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا. عرج به يعني رفع، العروج هو الصعود، العروج هو الصعود، عرج به أي صعد به جبريل عليه السلام. نعم. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح لهما، فرأى هنالك آدم أبا البشر صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء من بنيه عن يمينه، وأرواح الأشقياء عن يساره. آدم يعني عن يمين آدم وعن يسار آدم، السعداء من ذرية آدم عن يمين آدم عليه السلام، والأشقياء عن يساره. نعم. ثم مراد يعني عرض الأرواح عليه صلى الله عليه وسلم أرواحهم. نعم. ثم عرج به إلى السماء الثانية فرأى فيها يحيى وعيسى ابني الخالة، يعني عيسى ويحيى ابني الخالة. نعم. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف، ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس، ثم إلى الخامسة فلقي فيها هارون، ثم إلى السادسة فلقي فيها موسى، فلما جاوزه بكى، فقيل له ما يبكيك؟ جاوز الرسول، جاوز موسى عليه السلام، بكى موسى. نعم. فقيل له ما يبكيك؟ قال لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. نعم. ثم إلى السابعة. نعم. فلقي فيها إبراهيم، يعني ندم موسى عليه السلام، ندم أن أتباعه أقل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن أتباع موسى كثيرون لكنهم أقل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فأكثر الأنبياء أتباعا هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم إلى السابعة فلقي فيها إبراهيم، ثم رفعت له سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به هذا إلى قوله تعالى لنريه من آياتنا، السدرة المنتهى والبيت المعمور واللقاء بالأنبياء في السماوات، وأعظم من ذلك سماعه لكلام الرب سبحانه وتعالى وقربه من الرب. نعم. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله. نعم. فدنا منه، هذا يدل على علو الله على خلقه. نعم. فدنا منه حتى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا يقولون فيه نظر، لأن الذي دنا فتدلى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، هو جبريل عليه السلام، رآه في الأفق. وأما أنه الله دنا من محمد فتدلى الله، فيه نظر لم يثبت. نعم. وفرض عليه 50 صلاة فرجع. والمسألة فيها نظر لابن القيم، يقول إن رؤيته لجبريل ودنا فتدلى هذه حادثة أخرى، هذه في الأبطح في مكة رآه في الأفق المبين، ولقد رآه مرة أخرى عند السدرة، فمحمد رأى جبريل
على خلقته الملكية مرتين، مرة وهو في الأرض ومرة وهو في السماء عند سدرة المنتهى، على خلقته التي خلقه الله عليها. وأما ما عدا هاتين الحالتين فكان جبريل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، في صورة إنسان، ولا يأتيه بالصورة الملكية. فابن القيم يقول هذه مسألة أن الله دنا وتدلى، هذه رؤيا في المنام، رؤيا في المنام. وأما الرؤيا في العين هذه لجبريل عليه السلام. نعم. وفرض عليه 50 صلاة فرجع. فرض الله على محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة اليوم والليلة. رجع إلى موسى في السماء السادسة فقال له ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقد بلوت بني إسرائيل وهم أقوى من أمتك بما هو أقل من ذلك، فلم يستطيعوا. فما زال محمد صلى الله عليه وسلم يراجع ربه بينه وبين جبريل حتى صارت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، اليوم والليلة، وكل واحدة عن 10 صلوات في الفضل، فصارت 50 5 في العمل و50 في الميزان. وقال الله جل وعلا أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، حتى إن موسى عليه السلام قال ارجع فاسأله التخفيف من 5، قال استحييت من ربي عز وجل. نعم. وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار النعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه. نعم. وفي بعض الطرق فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف. قال قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي 5 في العمل و50 في الميزان والفضل ولله الحمد. نعم. فمن حافظ على 5 صلوات في اليوم والليلة فكأنما صلى 50 صلاة. نعم. واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة؟ هذه مسألة، هل الرسول كلمه ربه، سمع كلام ربه، لكن هل رآه بعينه أو لم يره؟ الجمهور على أنه لم يره بعينه، ولما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، يعني محتجب سبحانه وتعالى بالنور لا ينفذ إليه البصر، نور أنا أراه. فالصحيح أنه لم ير ربه بعينه، وإنما رآه بقلبه، إنما رأى ربه بقلبه لا بعينه، لأن أحدا في الدنيا لا يرى الله إلا في الجنة، لأن الناس لا يطيقون رؤية الله في الدنيا لضعفهم. نعم. واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس أنه رآه، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده، وصح رآه بفؤاده يعني بقلبه، يعني عن ابن عباس روايتان. وأما عائشة فتقول لم يره بعينه، لم يره بعينه، إنما رآه بقلبه. نعم.
وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك، وقال إنكار أنه رأى ربه بعينه. نعم. وقال قوله ولقد رآه نزلة أخرى إنما هو جبريل، يعني رأى الرسول جبريل، رأى الرسول على خلقته الملكية مرتين، مرة وهو في بطحاء مكة رآه في الأفق المبين، ومرة في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى. نعم. وصح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني حجابه النور سبحانه وتعالى. نعم. أي حال بيني وبين رؤيته النور، كما في اللفظ الآخر رأيت نورا. نعم. وحكى الدارمي اتفاق الصحابة أنه لم يره، لم يره بعينه إنما رآه بقلبه. نعم. قال شيخ الإسلام وليس قول ابن عباس مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صح عنه رأيت ربي تبارك وتعالى، لكن هذا في المدينة في منامه، رؤيا رآه في المنام. وفي الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في النوم رأيت ربي في أحسن صورة، فقال بما يختصم الملأ الأعلى، هذه رؤيا منام في المدينة وليست في مكة ولا بالمعراج. نعم. وقد صح عنه رأيت ربي تبارك وتعالى، لكن هذا في المدينة في منامه، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى إلى آخر الحديث. وقد شرحه الإمام ابن رجب رحمه الله بيان الأولى في شرح حديث فيما يختصم الملأ الأعلى. نعم. وقد صح عنه رأيت ربي تبارك وتعالى، لكن هذا في المدينة في منامه، وعلى هذا بنى الإمام أحمد فقال نعم رآه، رآه يعني في المنام، في المنام. الإمام أحمد ما يقول أنه رآه بعينه. نعم. وعلى هذا بنى الإمام أحمد فقال نعم رآه، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، رؤية الأنبياء عن الرؤيا، الرؤيا رؤيا الأنبياء حق وهي نوع من الوحي، أما رؤيا غير الأنبياء فإنها قد تكون حقا وقد تكون أضغاث أحلام. نعم. ولم يقل إنه رآه في يقظته. نعم. لكن مرة قال، يعني أحمد لم يقل أحمد إنه رآه في يقظته، إنما قال رآه يعني رآه في النوم. نعم. ولم يقل إنه رآه في يقظته، لكن مرة قال رآه ومرة قال رآه بفؤاده. وحكيت عنه رواية من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه. لا، وهذه ما ثبتت عن أحمد، إنما هي من تصرف الأصحاب. نعم. وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. نعم. وأما قول ابن عباس إنه رآه بفؤاده مرتين، فإن كان استناده إلى قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنه مستنده، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل. نعم. رآه في صورته مرتين، رآه في صورته الملكية. نعم. وقول ابن عباس هذا هو مستند أحمد في قوله رآه بفؤاده. اي نعم. وأما قوله ثم دنا فتدلى، فهذا غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فالذي في القرآن جبريل كما نعم قال، الذي في سورة الإسراء ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا جبريل عليه السلام دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بأمر الله سبحانه وتعالى، أوحى إلى عبده أي عبد الله، أوحى إلى عبده أي عبد الله، فالضمير راجع إلى الله، وأما الوحي فهو إلى جبريل. نعم. يعني جبريل هو الذي ينزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الواسطة. نعم.
وأما قوله ثم دنا فتدلى فهذا غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فالذي في القرآن جبريل كما قال عائشة كما قالت عائشة. وأما الذي في الحديث ثم دنا فتدلى المراد به الله جل وعلا، لكن هذا في المنام، هذه رؤية منام لا رؤية بصر. نعم. فالذي في القرآن جبريل كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه نعم. قال علمه شديد القوى إلى آخره. وأما شديد القوى هو جبريل ذو مرة، يعني جبريل مرة يعني قوة، المرة هي القوة. نعم. وأما الدنو والتدلي في الحديث، في الحديث لاحظوا هذا، في دنو تدلي في الحديث ودنو تدلي في القرآن. الدنو والتدلي الذي في القرآن هو لجبريل، الدنو والتدلي الذي في الحديث هو لله سبحانه، ولكنه رؤيا منام وليس رؤيا بصر. نعم. وأما الدنو والتدلي في الحديث فهو صريح أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه. نعم. ومن العلماء من يقول هذا من أغلاط شريك بن عبد الله بن أبي نمر راوي حديث الإسراء، إنه أصابه شيء من التخليط، وهذه ثم دنا فتدلى أنه الله، يقولون هذا غلط من أغلاط شريك. لكن جواب شيخ الإسلام أوضح من هذا، يقول ما فيه تنافي، هذه رؤيا منام وهذه رؤيا، وهذا في اليقظة، اليقظة لجبريل، وأما المنام فهو لله سبحانه وتعالى، ولا تنافي بينهما ولا حاجة إلى تغليط، لأن الرواية في البخاري لا حاجة إلى تغليط شريك. نعم. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم. يكفي، نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تسمية العام الذي مات فيه أبو طالب وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، تسميته بعام الحزن؟ نعم، هذا مذكور في كتب التاريخ، مذكور في كتب التاريخ، يعني العام الذي حزن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على موت عمه وموت خديجة. نعم، العام الذي حصل فيه الحزن، مضايقة من الكفار وحزن على فراق هؤلاء، يعني الرسول أصابه شدائد عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقول وهو يعظ الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فشل في دعوته في الطائف؟ صلى الله العافية، هذا ردة وكفر، هذا كفر والعياذ بالله. ما فشل الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة أهل الطائف، بل أقام الحجة، أقام الحجة عليهم وبلغ رسالة ربه. نعم. وأهل الطائف أسلموا فيما بعد، أسلموا فيما بعد، يعني استجابوا لله وللرسول وأسلموا، وصار منهم علماء وصار منهم قواد في الجهاد وصار منهم، فما فشلت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أستعين بكافر، فأخذ البعض عموم الحديث بالنهي عن الاستعانة. يقولون هذا منسوخ، هذا في بدر وهذا منسوخ، هذا منسوخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن كل ما هو داخل الأميال فهو من المسجد الحرام. هو ما هو من المسجد، هو المسجد الحرام، هو المسجد الحرام، هو ما كان داخل الأميال. نعم. يقول فهل ذلك يكون في المسجد النبوي أيضا؟ لا لا، المسجد النبوي قال مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا. نعم. وقال صلاة في المسجد الحرام، يشمل ما هو داخل الأميال، أما مسجده قال مسجدي هذا، خصصه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دخول المرأة الحائض إلى المسجد الحرام، وهل يجوز لها
أن تمكث في بعض أماكنه كالصفا والمروة؟ لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، لا يحله الرسول صلى الله عليه وسلم لحائض ولا جنب، لا يحل المسجد الحرام وغيره، لا يحله لحائض ولا جنب، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تدخل المسجد إلا عابر سبيل على الجنب، فلا يجوز هذا بالإجماع، ما يجوز للحائض أن تجلس في المسجد الحرام في أي مكان منه. أما أنها تدخل إلى المسعى وتسعى وهي حائض ما في مانع، لأن المسعى ليس من المسجد، المسعى مشعر مستقل ليس من المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد بيان في الأنبياء الذين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس؟ الله أعلم. نعم. يقول وهل كانوا موجودين بأجسادهم في المسجد؟ الله قادر على كل شيء، الله جمعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، الله قادر على كل شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بسدرة المنتهى وما هو البيت المعمور؟ سدرة المنتهى شجرة، شجرة عظيمة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء بأوصاف عظيمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يسأل فيقول ما الحكمة من عدم العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، من عدم عروج جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة مباشرة دون البراق كما فعل جبريل به من بيت المقدس إلى السماء السابعة؟ العروج غير الإسراء، الإسراء على البراق، أما العروج عرج به جبريل، صعد به جبريل عليه السلام، العروج غير الإسراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، لأن عيسى عليه السلام قد رفع إلى السماء؟ قلنا لكم هذا يفوض أمره إلى الله، الله جل وعلا قادر على كل شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يرد على الذي يستدل باستعانة النبي صلى الله عليه وسلم بموسى وهو ميت، وأن هذا دليل على الاستعانة بالأموات؟ الأنبياء أحياء، أحياء في البرزخ، إذا كان الشهداء أحياء في البرزخ فالأنبياء من باب أولى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله لكنها حياة برزخية، ما هي حياة مثل الدنيا، لا حياة برزخية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بتسوية الصفوف قال لهم إني أراكم من خلفي، هل هذه الرؤيا بصرية؟ نعم نعم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ما المراد باليأس هنا وما المقصود فيه؟ استبطاء، المراد باليأس الاستبطاء، استبطاء النصر وشدة الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وليس المراد به القنوط، الرسل لا يقنطون من رحمة الله، ولكن المراد به الاستبطاء وشدة الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المطعم ابن عدي ابن عدي قد أسلم؟ لا، اليسلم ابن جبير، جبير بن مطعم هذا هو الذي أسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاءت روايتان عن أحد من الصحابة أو العلماء ويمكن حمل إحداهما على الأخرى فهل تحمل عليها؟ إذا إيش؟ إذا جاءت روايتان عن أحد من الصحابة أو أحد من العلماء ويمكن حمل إحداهما على الأخرى فهل تحمل عليه؟ يعني الجمع، قصده الجمع بينهما،
نعم لا بس. طيب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من السنة أن يعطى للمولود تمرا؟ نعم، لأن التمر له خاصية، أول ما يدخل جوف الطفل من التمر يكون هذا أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لا بد من مناصحة المردود عليه قبل الرد أم لا؟ لأن البعض يقول لا بد من المناصحة قبل أن ترد عليه، وما هو منهج السلف في هذه المسألة؟ إذا كان يقبل المناصحة لا شك نسلم من الرد، إذا كان يقبل المناصحة ويتراجع هذا هو المطلوب، أما إذا كان ما يقبل المناصحة فلا بد من الرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أين تبدأ أو من أين يبدأ حساب مسافة السفر في القصر؟ من خارج البلد، إذا فارق البنيان عامر البلد، فارق البنيان العامر الذي هو مسكون، فإنه قد بدأ السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يسأل عن حكم مشاهدة مباريات الكرة في التلفاز. ما نعرف التلفاز ولا بالعين بدون تلفاز، هذا من العبث ومن ضياع الوقت الذي لا طائل تحته. نعم. وكذلك هذا إذا لم يكن في المباراة منكرات، عديدة صار فيها منكرات فالأمر أشد. نعم. وكذلك يسأل حفظك الله عن حكم لعب البلوت. لا يجوز هذا، البلوت لا يجوز هذا، لأن صورة القمار، ويلهي عن ذكر الله ويسفه العقول، فلا خير فيه. أما إذا كان بعوض فهذا هو القمار، هذا هو الميسر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل أحمر الشفاه الذي يستمر مفعوله يوما كاملا ينقص الوضوء؟ إذا كان مجرد دهان فلا يضر الوضوء، ما يضر الوضوء، الدهان ما يضر الوضوء. أما إذا كان يجمد على الشفاه، شيء طبقة تجمد على الشفاه، هذا لا يجوز ولا يصح الوضوء، لأنه يحول بين الماء وبين الجلد. نعم. وكذلك تسأل هل إزالة النجاسة عن الطفل تنقض وضوء الأم؟ هل إزالة النجاسة عن الطفل تنقض وضوء الأم؟ إذا مست فرجه مباشرة ينتقض وضوءها بمس الفرج، أما مجرد إزالة النجاسة من غير مس للفرج هذا لا ينقض الوضوء. نعم. وكذلك حفظك الله تقول هل يصح للأم التي مصاب ولدها بما يسمى بالحالة المنغولية، هل يصح لها أن تطلع على عورته عند حلقها لعانته؟ نعم. هل يصح للأم التي مصاب ولدها بما يسمى بالحالة المنغولية، هل يصح لها أن تطلع على عورته عند حلقها لعانته؟ رجل يقصه رجل، هذا للضرورة لا بأس، لكن يتولاه رجل ما يتولاه امرأة. نعم. إما أخوه أو أبوه أو نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تباعد الأعقاب في الصلاة ما حكم تباعد الأعقاب في الصلاة وأن يضع بينهما مسافات كبيرة في الصف؟ هذه ظاهرة سيئة، اللي يفحجون في الصلاة ويأخذون محل اثنين ويضايق من بجانبه من هنا وهنا، هذه ظاهرة سيئة ولا تجوز في الصلاة، إنما يباعد بين رجليه بمقدار يسير، ما يباعد بينهم بهذه الصفة، يفحش نفسه ويتكلف، حتى هو يتكلف، أنت لو تفحج ما تكلف أنت ما أنت فكيف في الصلاة؟ هذا متكلف وهذا ليس من آداب الصلاة، أنا ما أدري من أين جاهم هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل وصلت إلى الميقات في اليوم الثامن من ذي الحجة،
وصلت إلى الميقات في اليوم الثامن من ذي الحجة، وأردت أن أحج متمتعا، فسألت أحد طلبة العلم فقال إن وقت التمتع قد انتهى. أعوذ بالله. نعم. فإما أن تحج قارنا أو مفردا، هل هذا صحيح؟ ما هو طالب علم، هذا جاهل، ما ينتهي وقت التمتع، ما ينتهي وقت التمتع، يمكن أنه يحرم حتى في يوم التروية ويتمتع، أو حتى في يوم عرفة يمكن يحرم ويؤدي العمرة ثم يطلع العرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف حساب ربع العشر في الزكاة؟ ربع العشر 2.5%، 2.5%. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، هل المقصود على صورة الرحمن؟ بلا شك، ورواية في الحديث على صورة الرحمن، جاء رواية صحيحة. نعم. الله جل وعلا له صورة كما في الحديث، رأيت ربي في أحسن صورة، الله له صورة. نعم. يقول وهل يجوز تأويل الصورة هنا؟ لا، الحديث يبقى على معناه وعلى لفظه، ما يغير. قد كتب الشيخ حمود التويجري رحمه الله رسالة قيمة في هذا الموضوع، رد فيها على الذين يؤولون الحديث. نعم. شيخ الإسلام له كلام في هذا. نعم. ويقول حفظك الله، وهل صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال كل من تأول حديث الصورة فهو جهمي؟ ما شفت كلام الإمام أحمد، لكن المعنى صحيح، المعنى أنه جهمي، ما ينكر صفات الله عز وجل إلا الجهمية، ومن صفاته الصورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشميت العاطس واجب، وما الدليل على ذلك؟ تشميت العاطس سنة، أما الرد فهو واجب، إذا عطس يستحب أن يقول له يرحمك الله، أما الرد يقول يهديكم الله، هذا واجب، مثل بداية السلام سنة ورده واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله أكره وضع المصحف في قبلة المصلي؟ على الأرض، يعني وضعه على الأرض، أما إذا رفعه على صندوق ولا على مرتفع فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نصاب الزروع والثمار 612 كيلو، فإذا بلغت مزرعة 850 كيلو ثم طرحنا الثلث كما جاء في الحديث، فقد أصبح 550 بعد أن نطرح الثلث تقريبا. الطرح ما هو من النصاب، الطرح من الخرص، هذا الطرح للخارص الذي يخرص الزرع، يقول يجي كذا وكذا ويطرح منه حاجة المزارع، قدر ما يحتاجه المزارع للأكل والضيف وما أشبه ذلك، هذا للخارص ما هو من النصاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأئمة عندنا يجعل بين الأذان والإقامة مقدار الوضوء وصلاة النافلة ثم يقيم الصلاة، وبعض من بيته بعيد من المسجد يشتكي فيقول الإمام توضأ قبل الوقت وبكر إلى المسجد قبل الأذان، ويستدل بحديث وهو كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل استدلاله صحيح؟ ثم تكون سرعة بي أن أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الإمام راعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم في طول الانتظار، ولا يشق عليهم في الاستعجال فيهوت عليهم إدراك الصلاة، يراعي أحوالهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، هذا في صلاة العشاء
وكذلك في بقية الصلوات الإمام يراعي أحوال المأمومين، فلا يعجل تعجيلا يفوت عليهم ولا يؤخر تأخيرا يضر بهم بالانتظار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأصل في هذه اللحوم المستوردة والتي قد كتب عليها أنها قد ذبحت على وفق الشريعة الإسلامية؟ الله يا أخوان، مسألة اللحوم المستوردة الآن اللي تذبح ذبحا يعني صناعيا بكميات هائلة، هذه محل اشتباه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. الحمد لله، اليوم اللحوم متوفرة في المملكة، من إنتاج المملكة، من دجاج ومن أغنام ومن إبل ومن، فيشتري من ذبح البلد، يشتري من ذبح البلد، وهذا أحوط وأبرى للذمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أوقف الرجل أرضا لبناء مسجد فيها ثم بني مسجد قريب من هذه، إذا أوقف الرجل أرضا لبناء مسجد فيها ثم بني مسجد قريب من هذه الأرض، فهل يجوز بيع هذه الأرض وإبطال الوقف؟ تراجع المحكمة، هذا وقف ما يباع إلا من مراجعة المحكمة، راجع المحكمة شوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة أن الأرض أكلت كل اسم الله، وهنا ذكر أكلت كل اسم ما عدا اسم الله. إيش يقول؟ يقول: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة أن الأرض أكلت كل اسم لله، وهنا ذكر أنها أكلت كل اسم. هذا يمكن خطأ مطبعي، مختصر السيرة في خطأ مطبعي أكيد، يحتاج إلى مراجعة المخطوطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحدود التي تبين حد الحرم كانت من قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه وقف في المشاعر، وقف في عرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. كل ما يسمى عرفة فإنه موقف، ويرجع في تحديد عرفة إلى تواريخ وإلى أهل الخبرة، يرجع في هذا. فهذه الأعلام وضعت بعد مراجعة أهل الخبرة، مراجعة التواريخ والتثبت، فهي في الغالب إن شاء الله أنها معتمدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وقال: وقفت في مزدلفة، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة كلها موقف، فيرجع إلى اسم مسمى مزدلفة، يرجع إلى مسمى مزدلفة في اللغة وفي التواريخ وعند أهل الخبرة، وكل هذا حصل في تحديد المشاعر ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ترى الجن حقيقة كرؤية الشخص للشخص في الدنيا؟ هل ترى الجن حقيقة كرؤية الشخص للشخص الآخر في الدنيا؟ يمكن يرى الجن على صورتهم، يمكن هذا، وهذا يحصل كثير، يراهم صورة ثعبان، يراهم صورة كلب، يراهم صورة قط، تشكلون لأن الله أعطاهم القدرة على التشكل بأشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يستطيع الشخص الآن في هذه الحياة الدنيا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ويرى جميع ملامح وجهه؟ إذا كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف صفات الرسول، فإنه يمكن أنه يرى الرسول. أما إذا كان ما يعرف صفات الرسول، قد يأتيه الشيطان ويقول له: أنا الرسول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هذا ما يحصل لكل أحد، إنما يحصل لأهل العلم والمعرفة بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تنصحون الطالب المبتدئ بقراءة كتاب نور اليقين من سيرة سيد المرسلين لمحمد الخضري؟ هذا معروف، هذا نور اليقين، يقول أنه من أحسن ما كتب، من أحسن ما كتب الخضري، لأنه أخذه من كتب السيرة المعروفة. أنما الكتابة السيئة في تاريخ بني أمية، هذه هي اللي حضرات الخضري، هذه تعقب عليها ورد عليها، لأنه سعى إلى بني أمية وذكر أشياء أخذها من المستشرقين ومن نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سافرت بالطائرة ولم أجد مكانا للصلاة، فصليت أمام مقعدي فكنت أقف. يقول سافرت بالطائرة ولم أجد مكانا للصلاة، فصليت أمام مقعدي فكنت أقف عند القراءة ثم أجلس على الكرسي لأسجد إيماء، قد كان يمكنني أن أصلي في الممر بركوع وسجود تامين، ولكني خشيت أن أعطل الركاب الذين يمرون من هذا الممر. سؤاله هل علي إعادة الصلاة؟ ليس عليك إعادة الصلاة، قد فعلت ما تستطيع والحمد لله، اتقوا الله ما استطعتم وجزاك الله خيرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد أن الميت يسمع من يأتيه للمقبرة؟ قد يكون هذا، الله أعلم، هو أمور الموتى ما نتكلم فيها إلا بدليل، لأن هذا من علم الغيب، لا نتكلم إلا بدليل. جاء في الحديث أنه إذا دفن وانصرفوا أنه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا بعد دفنه، دل على أنه أحيانا يسمع الميت، أحيانا يسمع، وكذلك قد يدري عن الزائر اللي يسلم عليه ويسر بذلك، هذه من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله، وعلى حسب ما يأتي في الأحاديث الصحيحة. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل ويقول وهل للمسلم على الميت عند قبره هل له أن يخبره بأحواله وبأحوال أبنائه؟ ما ورد هذا، ما اللي ورد أنه يدعو له، يدعو للميت، والميت بحاجة إلى الدعاء والاستغفار، ليس بحاجة إلى الأخبار والسواليف والأشياء، ما هو بحاجة إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هناك سراويل قصيرة فيها سورة مكة، هل يجوز بيع مثل هذه السراويل؟ إيش؟ هناك سراويل قصيرة عليها سورة مكة. كيف سورة مكة؟ مكة تصور كلها، يعني سورة الكعبة ولا سورة، هل يجيب نموذج من هذا؟ إذا يجيب نموذج من هذا نشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل تقول تكملة لسؤالها السابق، تقول هل مس الإلية مباشرة، مس الأم لإلية طفلها، هل هو ناقض للوضوء كما هو في مس القول والدبر؟ لا، اللي ينقض الوضوء مس الدبر أو القول، أما مس الفخذين أو مس الإلية هذا لا ينقض الوضوء. نعم. يقول هذا هو الفرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل وأنا أصلي رأيت في كعبي، يقول وأنا أصلي رأيت في الكعب مكانا جافا، فهل يجب علي إعادة الصلاة؟ رأيت في كعب رجلي مكانا جافا، إذا كان من لم يبلغه الماء فلا بد من إعادة الوضوء، أما إذا كان أنه بلغه الماء ويبس بعد ذلك هذا لا يضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي في البيت 5 نخلات مثمرات وبعض أشجار الطماطم والنعناع، هل عليها زكاة؟ الطماطم والنعناع ما عليها زكاة، الفواكه ما عليها زكاة في نفسها، لكن إن كان تبيع منها أشياء وتحصل على قيمة الزكاة في قيمتها.
وأما النخل هذا إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة، إذا بلغ النصاب وهو 300 صاع بالصاع النبوي اللي هو 3 كيلو تقريبا. نعم. يقول فضيلة يعني الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اغتسل للجنابة ونسي المضمضة والاستنشاق فماذا يفعل إذا كان الفاصل طويلا أو إذا كان الفاصل قريبا؟ إذا كان لا يزال رطبا ولم ييبس تمضمض ويستنشق يكفي. أما إذا كان أنه يبس أعضاؤه فلا بد من إعادة الاغتسال من جديد. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.